الى كثروا الناس من مشتقات الحليب والحليب نعم. يعني ما كيكون هذاك السيكريسيون كيكون نعم. لي هذوك لا خاص الناس اولا اللي عندهم الكحبه خصهم يمتنعوا عن الحليب والمشتقات نعم هذه بصح مفروغ منها نعم. يمتنعوا عن المواد اللي فيها الالرجينات اللي مسببه للحساسيه نعم لان اللحوم على راسها اللحوم والحلويات والمقليات نعم. ثم ياخذوا ثوم مع زيت الزيتون ليس خلطه ثوم مع زيت الزيتون نعم. يكثروا من زيت الزيتون يشربوا ملعقه زيت الزيتون في العشيه نعم. وهذا الثوم يؤكل طازج الناس اللي عندهم الكحه يؤكل الثوم طازج نعم. يعملوه وسط الخبز ولا يعملوه مع اي شيء ويؤكل طازج كانوا من قبل كيعملوه مع التمر نعم كيعملوا هذاك الفص ديال الثوم وسط التمر طبعا الثوم عنده واحد المذاق لاذع جدا ومن الاحسن يديروا مع الثوم باش يقدروا ياكلوا مع التمر يؤكلوا مع الخبز كذلك مع الخبز يؤكل اذا دور بالنسبه لا طونسيون لان تيقول لك مزيانه بالنسبه لا طونسيون داك الشيء واش تخص الطونسيون ولا لولا عندها شي ضرر من لان تنحاول نتسهلكوها بزاف واش عندها شي منفعه ولا شي ضرر واش ناخذوها خضراء واش ناخذوها طيبه شنو يعني باش غناخذوها يعني الفائده ديالها واش انها الفائده ديالها طريه ولا خضراء ولا نعم جزاك الله خير الاستعمال ديالها واش لها ضرر ولا لا نعم اذا شكرا الاخت امينه من المستمعه الكريمه من مدينه سلا دكتور هي غالبا لان احنا كما ذكرت قبل في مقدمتي انها مخفضه للضغط وذكرتم نعم. انتم ايضا غير هي هناك استعمالات كثيره لان كاين اللي كيستعملها كما قالت استعمالات خضرة. كثيره وحتى نعم. على الجلد هي البحث اللي جريناه حول الثوم نعم. هي تقضي على خمائر يعني الخمائر الكانديدا نعم. وخمائر الكانديدا هي التي تسبب أمراض جلدية وكذلك تساقط شعر لماذا؟ لأنها هي تأكل جذر هذه الخلية البصيلات هذه التي تخرج الشعر هي هذه الكانديدا هي يعني تخربها ثم يكون تساقط الشعر يعني أنا كاين اللي كيستعملها دكتورة توم أنها كتساعد على تخفيض من سقوط الشعر نعم نعم غير هذا الماء لا ولكن مش تساقط الشعر اللي يعني الناس يسمعوا تساقط الشعر لا غير اللي كيكون تساقط الشعر اللي آتي من الخمائر اللي كنسميه التونيا نعم. يكون عنده بقع في الراس ديالو كيكون هذه كيحك على شويه ثوم صافي فقط ما يتفضل عليه اي احد نعم. الثوم موجود في السوق يحك على الثومه فقط يعني نعم. ما الان مباشره يحك الثوم مباشره لان ملي كتكون طازجه كيكون يعني هذا القوه الكابحه نعم. الانيبيتوري باور كتكون مرتفعه جدا هذه القوه الكابحه يعني كتقضي على الخميره هذه الكانديدا التي يعني تصيب بتساقط الشعر هي جيده كذلك الديرماتوز هذو بعض التقرحات اللي جايين من الخمائر بعض المرات يكون عندنا تقرح على مستوى الفم الداخل يعني هذا الجروح في الفم داخل التقرحات هذه تكون كذلك من الخمائر اذا كانت من الخمائر فهذا الشخص يمضغ ثوم طازج فقط او الى ما قدرش كاين هما الاثنان اللي احنا كنستعملهم ضد الخمائر القرفه والثوم هذه تكون في الاكل اذا كانت في الاكل ليس هناك غازات في الامعاء كاين بعض النساء كيتشكاو من القطاني كيسبب الى اضافوا الثوم مع القطاني الأمريكيين يضيفون الثوم والقرفة مع القطاني لأن عندهم جهاز هضمي هش خصوص الأمعاء لأنهم يأكلون حلويات ومشروبات غازية ومقليات وذلك شيء بكثرة الفاست فود عندهم فلما لا يقدرون على القطاني الأمريكيين لا يقدرون على القطاني لكن يضيفوا معها رأس كامل من الثوم رأس كامل من الثوم أو رأسين من الثوم يعني الأخت سولت على الكمية كمية يا سيدتي كمية الفواكه والخضر والحبوب والنشويات والقطر ليس هناك كمية يعني لا كميه مضره للجسم ليس هناك كميه الا الكميه اللي غادا تزيد في الوزن الناس اللي كياكلوا اللحم بكثره ولا ياكلوا القطاني بكثره ولا شي حاجه الا الكميه اللي مفرطه اما الكميه التي تضر الجسم ليس هناك كميه مضره لماذا لانها تدخل مع الخضر وتدخل مع الفواكه هي مبيده للجراثيم كذلك كما قلت هي مبيده للجراثيم لدرجه ان بحال مثلا طفل اللي كيكون عنده التهاب اللوزتين وتاخذ له الام ديالو ولا الاب ياخذ له انتيبيوتيك يعني الدواء لازم يدير واحد الغرغره ولا حتى شخص كبير اللي عنده الحلاقم اللي عنده هذه التهاب اللوزتين يعمل واحد الغرغره بالثوم نعم كيف غرغره يدق الثوم مع ماء دافي ويغرغر يغرغر بالثوم
وهذا الغرغره بيتم هي تطهر هذا المكان ديال حتى اللي عندهم مثلا التهاب في الحلق. نعم التهاب في الحلق. نعم. بالنسبه لارتفاع الضغط هي من الاشياء التي تخفض، ولكن هذا لا يعني على ان الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط غادي يبقاو يعملوا التمره غادي يخفضوا الضغط، باش ما يفهموش الناس يعني الكلام ديالنا. كاين دكتور اللي كيستعملها تدخلها للاذن ديالو. لا 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 هذا لا الاشياء جاهله هذه. نعم. الثوم اذا كان في الاكل الطبيخ، اذا كان فيه ثوم وكان بزيت الزيتون وكانت في خضر موسمية جيدة وبدون لحم، الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط هو المشكل اللحم. إذا استهلكوا لحوم فهاد الأشخاص راه ما عندهمش حل، باش نفهموا العلاج الحقيقي. العلاج الحقيقي هو يمتنعوا عن اللحوم والملح، يقلوا بعدا من الملح في الطعام ديالهم. هي الملح عليا، الملح اللي موجوده في الاغذيه كافيه للجسم، الصوديوم اللي موجود في الاغذيه كافي للجسم. غير حنا دينا على واحد المذاق شويه مالح، ولكن الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط من الاحسن يمتنعوا عن اللحوم والاجبان، ويمتنعوا عن الحلويات والبسكويتات لان فيها المونوصوديوم جلوتاميت، وهذه المونوصوديوم جلوتاميت هو اللي فيه صوديوم بكثره هو اللي كيدير مشكل ديال ارتفاع الضغط. ثم يكون طبيخ في المنزل جيد. جميع ما خلق الله يخفض الضغط، جميع ما خلق الله من نبات والله، يعني تشوف المعدنوس يخفض الضغط، القزبر يخفض الضغط، الكرفس يخفض الضغط، اللفت يخفض الضغط، يعني هذه البطاطا الحلوة تخفض الضغط، البطاطا القصبية تخفض الضغط، التومة تخفض الضغط، البصلة تخفض الضغط، القرفة تخفض الضغط، يعني كل زريعة الكتان تخفض الضغط. لماذا التركيز على الثوم؟ الفواكه كتخفض الضغط، التفاح يخفض الضغط، الهندية تخفض الضغط، الرمان يخفض الضغط، البرتقال يخفض الضغط. يعني الناس لا ما يركزون على الثوم، لا يركزون على ما سمعوا، الخلطات، يعني هذا يعني هذا مصيبات العصر. انا عندي خلطانه، سمعت خلطانه، لقيت خلطانه، قال لي حتخينا خلطانه، جارتي عندها خلطه، وهذه هي اللي غادي تهلك المجتمع. هذه القضيه خلطات، لماذا الخلطات؟ لماذا الوصفات؟ لماذا خلط؟ لماذا لا يكون نمط العيش جيد؟ والله انا اقسم زعما هناك اسباب للامراض، اذا لم تنتفي هذه الاسباب، اذا لم يتوقف الناس عن هذه الاسباب، ليس هناك علاج، ليس هناك علاج. حتى ولو يعني حتى في المستشفى، ولو يعني هذا الشخص يبقى في المستشفى شهر وشهرين، اذا كان لا زال يتناول اسباب المرض فليس هناك علاج. يجب ان يمتنع عن اسباب المرض. ثم طبعا اي شيء ياخذ يعني يكون نافع للجسم. نكمل الحديث عن هذا المشكل ديال الجراثيم. كان في واحد طاعون، كان تاريخيا معروف ان المشكل ديال فرنسا مع الجزائر، كانوا هذوك الباخرات ديال فرنسا يجيو للمرسى ديال الجزائر، ومشاو فيهم بعض الفئران. هادو الفئران هما هو الناقل الاول لمرض الطاعون لابست. ولاحظوا ان هذيك الشرطه انذاك لاحظت على ان بعض الاشخاص كيجيو لهذوك الناس اللي عنا، كان لان كان الطاعون كانت ارواح كثيره جدا. نعم. ارواح كثيره جدا. لاحظوا على ان كاينين بعض هذوك السرقه، كانوا الناس كيسرقوا، ولكن لاحظوا على ان هذوك الناس اللي كيسرقوا ما مردوش، لم يصابوا بالطاعون. سبحان الله. فكانوا القوا القبع على واحد الاثنين وقالوا لهم غادي نخليو صلاحكم، سنطلقكم غير بشرط تقولوا لنا شنو السر اللي كنتو كديروا باش ما صابكمش الطاعون. فقالوا لهم كنا كناكلوا الثوم، كانوا ياكلون الثوم لكي لا يصابوا بالطاعون. يعني هذه قصه ثابته، وهي تزكي وتبين اهميه الثوم بالنسبه للجراثيم، والجراثيم من الجراثيم الخطيره، يعني جراثيم الطاعون، يعني الفيروسات والبكتيريا والفطريات على حد سواء. هذا لولا هذا المذاق القوي او المذاق اللاذع، رائحه يعني قويه جدا للثوم، لا يعني وحاليا كنلاحظوا ملي كتسلم على شي شخص، كاين بعض المدن بحال فاس، مدينه فاس، مدينه سلا كذلك، مدينه فاس، انهم ياكلون بالثوم دائما، طبيخ في الثوم، ان ملي كيسلم عليك شخص مدينه فاس تشم رائحه الثوم. يعني هذه باينه، ولكن لا باس الا كانوا الناس يكثروا من الثوم ماشي دائما، ولكن واحد الفتره ملي يحس بالجسم ديالو شويه بداو كيبانوا لي بعض الاعراض بحال الغازات في الامعاء، بحال المشكل ديال ارتفاع الضغط، بحال الاشياء ديال الكحه في فصل البرد اللي كيبداو الناس يكحبوا، الا بداو تيتناولوا الثومه في العشيه، الثومه مع زيت الزيتون ولا حاجه كهذه من الاشياء اللي كتحد من الكحه هذه. ثم تبقى اشياء اخرى منها تسخين، كنلاحظوا الثومه كتسخن الجسم، ان ملي كياخذ الشخص الثومه كيعرق، كتسخن. لماذا؟ لانها كتهيج
النظام الهرموني هي من يعني تعمل عمل البهارات، يعني هي تهيج هذا النظام الهرموني، ولما تهيج النظام الهرموني فهي جيدة، بالعكس هي جيدة للجسم خصوص النساء، لأن يعني الناس اللي عندهم نقص هرموني كيحسوا بواحد الرعشة، كيكون كيقول كنقولوا نسميه في المغرب مبرد، يعني كيحس بواحد الرعشه. فاستهلاك الثوم كاين اشياء اخرى، يعني زيت الزيتون والثوم والكرفس وزريعه الكد والفواكه الجافه من اللوز والقرقاع والاشياء كلها اشياء تسخن القطن، يسخن على سخن الفول مثلا، الفول كيسخن والحمص كيسخن الجسم، لان فيهم فيتوستروجينات، فيهم كالوريات، نعم كالوريات، ولكن فيهم فيتوستروجينات كذلك يسخن الجسم. ولذلك فهذا الثوم هو اكل، هي خضره يجب ان تكون في بعض. الاخت هذه اللي سالت من مدينه سلا، اخت امينه اظن انها تقول يعني واش ناكلوها طيبه ولا خضراء، هي طازجه ولا مطبوخه، نعم، ولكن زيوت الثوم لا، لا تشتري منتوجات من الثوم يعني من برا. اما اذا شريت الثومه هي المحل ديالها واستهلكتها طازجه جيد، اذا وضعتها مع الطبيخ جيد، وانا ننصح باش ياخذوها مع الشوربه ديال الخضر. نعم، ملي تسلق الخضر، تسلق الخضره وتطحن في الماء ديالها، ماشي تلاح الماء، تسلق الخضر تسلق في الماء ديالها وتطحن مع هذاك الماء، لان عندها طحانات في المطابخ، كلهم النساء كلهم عندهم طحانه. نعم، يطحنوها ويزيدوا على كركم وزيت الزيتون، ويكون معها التومه، يكون راس ديال التوم مع هذيك الشوربه. نعم، في العشيه ملي كيشربوها الاطفال هذه الشوربه هذه، لا اخذها الاطفال هذه، ما كيبقاش الطفل اللي كحب وما كيبقاش يصاب بهذا الرعشه ولا بالبرد. هذه لماذا؟ لان نعم، لان النظام الهرموني عند الطفل باقي صغير جدا، يعني كيحتاج تركيز قليل باش الجسم ديالو يعني يعمل بقوه. باقي السيلينيوم فقط. نعم، باقي لي مكون واحد. نعم، هي تحتوي على السيلينيوم، البصل والسمك والترفس والثوم، هادو هما المصدر ديال الزريعه، بذور القرعه، بذور القرعيات، هذه زريعه. نعم، القرعه، هادو يعني المصدر ديال السيلينيوم. الشعير فيه شويه قليل، ولكن هذه الثوم فيها سيلينيوم، والسيلينيوم هو معدن مضاد للاكسده، يعني هو مضاد للسرطان. داكشي علاش الثومه تلقاوها ديما مع المواد يعني التي تدفع السرطان عن الجسم. هي الخمسه الذي اتكلم عنها دائما، هي الشاي، وهي الشاي والشعير وزيت الزيتون والثوم والكركم، هذه الخمسه دائما تكون في التغذيه. هذا الثوم فيه السيلينيوم، والسيلينيوم هو اللي كيحفز الجليوتاثيون اوكسيداز، هذه الجليوتاثيون اوكسيداز هي اللي كتحيد السموم للجذور الحره، هي اللي كتمتص الجذور الحره تخرجهم من الجسم. نعم، لان الجليوتاثيون الان ولات كتباع، كاين بعض في امريكا الان كاين اقراص الجليوتاثيون كيبيعوهم. نعم، هذو الناس من السيلينيوم اللي كيحفز الجليوتاثيون، معناه ان الجسم مرتاح. نعم، كيرتاح، وكيلاحظوا الناس فصل البرد ملي كياكلوا في العشيه في العشاء يكون فيه الثوم، كيلاحظوا على انهم في الليل ينامون جيد، والجسم ديالهم ما كيحسوش بالبرد. نعم، هذا معناه ان على النظام الهرموني مسوي، النظام الهرموني يعني جيد.